أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في هذه التغطية الخاصة التي نتناول فيها آثار انهيار سد أربعات الواقع شمال بورت سودان بولاية البحر الأحمر يوم السبت، والذي أدى لوفاة العشرات وغمر العديد من القرى. هذا بجانب انهيار سد وادي كايا بمحلية عدة الفرسان، والذي أدى أيضا لسيول كبيرة غمرت أجزاء واسعة من المدينة وأدت إلى تشريد عدد من الأهالي، بالإضافة إلى تأثير الأمطار الغزيرة على محلية ياسين بولاية شرقي دارفور. نبدأ مستمعنا الكرام من منطقة أربعات وانهيار سد أربعات يوم السبت، والذي أدى كما قلنا إلى آثار كارثية، حيث غمرت المياه أعداد كبيرة من القرى وأدت إلى قتل العشرات، وما زال الكثيرين عالقين في الجبال ولم يتم حصر الضحايا بعد. نبدأ بالسيد عبد الله أوبشار، القيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البيئة. منك إفادة حول آخر التطورات في أربعات. شكرا جزيلا. حقيقة من خلال تواجدنا منذ اليوم الأول في أربعات بعد تأثر المنطقة بجراء السيول والأمطار التي حصلت قرب بحيرة السد، بدءا من المنطقة الغربية لسنكات ودروس والوديان التي تغذي المصدر الرئيسي لأربعات، حصل اكتظاظ لعدد من السيارات التي يعني كانت تعبر على المدخل الرئيسي لأربعات. انقطعت تلك السيارات وسط الخور الرئيسي للأربعات، كانت حقيقة يعني تنتظر لحظة تخفيف أو يعني تخف تلك المياه التي كانت في مجرى السير الرئيسي لفترة تجاوزت 12 ساعة اليوم الأول، إلا أن يعني تلك العربات تعرضت بعد ذلك الساعة الثانية من اليوم الأول انهيار السد الرئيسي لأربعات نتيجة تصدع السد جراء المياه المنحدرة من أعلى السد، وبدأت السد يتآكل في الجسم الرئيسي، يعني أثر تدفق مياه كثيرة جدا من اتجاه المصرف الرئيسي للسد، فالتآكل أدى إلى يعني انهيار السد. وللأسف الشديد كانت آخر صيانة تمت لهذا السد جراء يعني تعاقلات المياه كانت في العام 2017. من 2017 ليست هناك أي صيانة على السد الرئيسي، لم تتم أي صيانة في الفترة من 2017 حتى اليوم. وللأسف الشديد يعني المياه قمرت تلك السيارات التي تجاوزت 7 لوري عدد واحد حايس، بالإضافة إلى يعني قطت مساحة شاسعة وكبيرة جدا، تجاوزت من 28 إلى 32 قرية الآن يعني داخل المياه التي غمرتها السد، وأزيلت يعني عدد من القرى تماما بما في ذلك منازل مواطنين ومدارس ومراكز صحية ومرافق خدمية، أزيلت تماما من الخارطة جراء يعني التدفق الهائل للسد. بعد ذلك يعني في اليوم الأول يعني أتت بعض الأيام الإنقاء، إلا أنها لم تستطع دخول داخل بحيرة السد نتيجة للتدفق الكبير للمياه. بالأمس أتى الإخوة في قيادة الدولة وتم توجيه عدد من الجهات الرسمية بتوفير المعينات اللازمة، بما في ذلك 2 هليكوبتر لتغطية المسح الفوقي وتحديد المناطق التي آوى إليها المتضررين فوق الهضاب، ومنهم من صعد إلى قمم الجبال وتغطت بهم سبل. الآن يعني يمكن 2-3 يومين مواطنين ظلوا عالقين على قمم الجبال والهضاب هربا من تدفق الانهيار الكبير. وللأسف الشديد يعني بعد عدد كبير جدا من العجزة والمسنين والأطفال الصغار النساء داخل بيوتهم، يعني قمرت يعني الأحياء المياه عدد كبير جدا من الأسر التي لم تكن لديها معلومة أو لم تصلها معلومة انهيار السد، وما زالت يعني أيام البحث جارية لإنقاذ والبحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين. الآن صباح اليوم يعني عدد أيام بما في ذلك عربات مجنزرة لمسح وربط القرى ببعضها، لأن يعني بدلا من مسألة المياه الإطماء الذي كان يعني متراكم داخل السد يعني أصبح خطرا أكثر من المياه نفسها. الآن الطين الذي يعني جرفته المياه يعني بقى إشكالية، والآن بدأت الأهليات بمسح وربط القرى ببعضها البعض حتى يسهل الحركة وانسياب الحركة بين القرية والقرية، ويعني إنقاذ العالقين
على قمم الجبال والأودية إلى آخره. ظهرت بعد المنظمات كالهلال الأحمر وقطر الخيرية إلى آخره، لكن ما زالت يعني مستوى التأثير كبير جدا. ونناشد وندعو كل المنظمات الخيرية والدولية لتدارك الموقف، لأن يعني الضرر كبير جدا، وأغلب المواطنين في تلك المناطق فقدوا المأوى والمسكن والخدمات الرئيسية، بما في ذلك مياه الشرب النقية التي تأثرت من الطمي تراكم عشرات السنين. يعني عمل هذا الطين على تلويث المياه اللي كانت موجودة في بحيرة السد، بما في ذلك مياه الأمطار المتدفقة. لهذا الأساس يعني الآن الجهود ما زالت مستمرة من بعد المنظمات الخيرية من قبل الحكومة بربط المواقع إلى آخره، إلا أن يعني ما زالت التحديات كبيرة جدا. ونناشد المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية يعني تضافر الجهود لتوفير المأوى والمسكن لكل العالقين في مواقعهم، ونطالب الحكومة بالعمل بشكل جاد وسريع لتهيئة، لأنه يعني الآن التأثير الكبير والانهيار الآن تم للسد فأزيلت المنازل. وندعو الحكومة بالتفكير بشكل جاد في إنشاء يعني قرى آمنة خارج مجرى السد لتلك القرى التي تضررت وأزيلت من الوجود جراء يعني الفيضان العارم الذي نتج عن بحيرة السد. كما ندعو بالتدخل لمعالجة وتعويض كل المتضررين. الآن نحن نتحدث عن نزوح كبير جدا لكل القرى التي تحدثت، الآن الثروة الزراعية الماشية إلى آخره أصبحت غير موجودة، آبار المياه كلها تضررت تماما. ولهذا نحن نعتقد بأن المنطقة تحتاج لجهد كبير جدا من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، والتدخل من الحكومة بشكل عاجل لتعويض يعني والوقوف مع كل المتضررين الذين فقدوا المأوى والمسكن والأسر إلى آخره. طيب، هل في حصيلة أولية لعدد الضحايا وحجم الخسائر؟ والله نحن نتحدث عن الخسائر، عن يعني القرى التي يعني تضررت او ازيلت تماما، ما لا يقل عن من 32 ل 28 قرية. دي يعني تبقى ربما نجد هنا هناك تبقى عدد كبير قليل جدا من البيوت، لكن بقية البيوت والمنازل اصبحت غير موجودة. القرى التي يعني وصلت او تواصلوا معها عبر الاتصالات ربما لجأ بعض الأسر منها القادرة على الهرب من الماء لجأوا إلى الجبال، لكن كل العجزة والعالق كانوا موجودين، وكبار السن والنساء والأطفال الذين كانوا داخل المنازل وداخل القابات في العمل إلى آخره ما زالوا في عداد المفقودين. الحزيلة الآن نحن ما نقدر نتحصل عن عدد واحد، بما في ذلك هناك أعداد تجاوزت ال7 عربات. تم إخراج 4 عربات التي حفها السيل في موقع الباب الرئيسي للسد، لكن بقية العربات الموجودة وعدد كبير جدا من المعدنين التقليديين الذين أتوا للعبور إلى مناطق قرب بحيرة السد الآن ما زالوا في إعداد المفقودين. حتى صباح اليوم تم إجلاء عدد كبير جدا من بما في ذلك من الجرحى والمصابين ومن فقدوا. الآن بدأنا يعني في عمل يعني حصري وأولي في جمع المفقودين، في جمع الجثث، في جمع من تضرر بحب. ما أنا ما أقدر أتحدث عن إحصائية، لكن ما زالت عمليات البحث جارية للبحث عن المفقودين وحصر المتضررين بإذن الله. مستمعينا الكرام، أيضا نستمع لأحد المواطنين من منطقة أربعات وهو يصور الوضع لانهيار سد أربعات يوم السبت من قمة عالية لإحدى الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من داخل العاصمة السودانية بور سودان، منطقة أربعات، من أعلى جبل تموساي بأربعات بمنطقة أهلنا سيداب. هذا هو جبل تموساي مسمى على موسى قبسة، وهذه منطقة أهلنا سيداب. هذه الأحداث بسبب الكسر بتاع السد. أول مرة في تاريخ السودان نحن يعني حتى لو اعتبرنا سيول ما بتجينا سيول بالطريقة دي، وإنما هو هذا هو آثار كسر السد. السد ماشي بنطاق واسع، بعض الأقوال هسه سمعناها في المنطقة يقولوا شال كذا لوري وكم هايس وكم بوكسي وأرواح، وفي نفس الوقت بهايم وناس كثيرة راحت. المهم نحن يعني لما سمعنا بالنبع ده طوال اتحركنا الأربات،
وللأسف الشديد لا وجود لحكومة ولاية البحر الأحمر، كأنما الأمر لا يعنيهم، وأسفا على هذه الحكومة التي لا تعتني بإنسان الولاية وإنسان الجنوب الأوليب الذي يدخل أكثر الموارد المعدنية في السودان، ولكن لا حياة لمن تنادي. أنا حبيت أوصل من أمام منطقة أربعات آثار كسر السد، أنا يعني بتأثر على الوضع. هو طبعا حتى الآن يعني ما في أي الأخبار تجينا من المنطقة، لأنه الناس مقطوعة بغادي، والآن المنطقة في هوجة طارئة، في هوجة ماسة إلى طائرة هليكوبتر. وبالتالي نتمنى من حكومة الولاية أنه تدرك تلحق الموقف قبل تفاقم الأوضاع من داخل مدينة بورسودان أربعات من أعلى جبل تموساي بمنطقة أهنا السيداب. محدثكم إمام الدين هاشم بامكار. مستمعنا الكرام، أيضا تحدث إلينا حول انهيار السد أربعات يوم السبت وغمر منطقة أربعات بالمياه المهندس عمر عيسى طاهر، مدير هيئة مياه البحر الأحمر. امبارح احنا الصباح عادة عندنا ناس كان بيمشوا هناك، جزء من المهندسين بيمشوا للسد ويشوفوا جريان بتاع السيول، لو وقفت، لو في إمكانية ممكن نعمل حاجة على أساس أنه ندخل المياه لمدينة بورسودان. فأول مبارح كان اليوم العصيب بتاع الرياح اللي انتو شايفينها مع الأمطار دي، كانت قوية جدا كمصحوبة بزخات المطر. المهم المطر دي اتجهت من هنا ومشت على الجبال، والظاهر كميتها كانت كثيرة. وصراحة احنا لينا قريب العشرة يوم السيل ده ما انقطع، يعني من بداية السد يتملأ السيل ده ما قطع، يعني لأول مرة هو غالي ماشي. فالمهم يوم أمس كنت متابع مع ناس ندين، قالوا لي في البداية أنه الجسور الموجهة دي أساسا بتدخل الموية انكسرت، والموية في ازدياد يعني، فاعتبرنا الأمر عادي. فاتفاجأنا الساعة 12 بأنه السد كسر وحصل له انهيار، بس طبعا ما في زول الفترة الفاتت دي كلها يقدر يمشي يخش السد بغادي أو يشوف الحاصل شنو بالضبط. لكن بعد ذاك اضطريت مشيت بعد كلامهم الأخير ده، وفي نداءات شايفة من شبابنا بتوعن أربعات ديل بأنه السد اتكسر. فمشيت هناك حوالي الساعة 2:30 تقريبا. صراحة الوضع ما يتوصف والله. أربعات دي بالنسبة لنا ما بقت يعني هي زي ما تقول مكان عمل أو كده، لكن أصبحت يعني جزء مننا والله. 30 سنة نحن بنمشي ليها وبنجي، بيجوا أهل وأخوان حتى الأسر حتى غيره وغيره، يعني الواحد أبنائهم وشبابهم بيجوا بمثابة إخوة، والناس الكبار بمناسبة آباء. فالمسألة والله امبارح أنا حزت في نفسي شديد جدا جدا، لأنه كل الغرة دي نحن بنعرفه كويس وبنمشي بناكل فيها وبنقعد مع ناس وبتاع. فأسرى والله امبارح أنا ما عرفت ذات وأبداها كيف ولا عمل لها شنو، لكن المطر دي الظاهر ضغط على السيول الزيادة من أدروس من هنا، ضغطت على السد شديد بوجود الإطماع الموجود تحت، يخيلين السد حصل له انفجار. فالمياه بتاعته بالإطماع الجوة جاي ماشي، أنا ممكن أوصف عليكم أقول لكم أغرب إلى درنا في ليبيا، يعني مسح الدنيا دي. أول شيء بالنسبة لحاجاتنا نحن لو مشيت والله مش بمشي لها 30 سنة ما عرفت هذه هي ولا ما هي، لأنه أول شيء حاجة اسمها عمدان بتاعت كهرباء ولا خطوط بتاعت موية ما في خالص. أنا خط الموية لقيته في اتجاه يمكن قريب لإنت نازل، لقيت لي جزء منه من 20 بوصة هنا مجدوع في اتجاه طريق الشارع اللي بيوديك ذاته من بتاعت الذهب دي، طواحين بتاعتهم دي الله لقيته هنا. الظاهر ضربت خشت جوا كترة الموية ردت للجبل وجات راجعة تاني. سبحان الله كم جثة لقيناهم في الطريق. وبعدين ما يعني ما موية السيل، طين طين إطماع، يعني ما حتى شارع الظل ذاته اتغيرت ملامح.
المهم نحن قاعدين لحد بالليل، انا جيت والله بالليل هنا، والليل الصباح برية، يعني وضع كارثي صراحة. الغرة دي اغلبها يعني انا قابلتهم قال لي الا جزء منهم طلع الجبل، في جزء يعني نحن ذاته ما قادرين نوصله ولا نعرف عنه حاجة. يعني الناس الموجودين لحد 4 زراعة هنا حصل لهم شنو والله ما في زول عارفه لحد حسن، لكن في لواري 6 لوري شايلين اطفال شايلين بتاع، دير كلهم باقي لي راح، او في جزء عالق بغادي، فالوضع كارثي جدا جدا، وما عارفين الحاصل الا تجي زي ما قالوا هليكوبتر الناس المنعزلين جوا او طلعوا على الجبال يشوفوا لهم خارج. والوضع صراحة يعني امكانيات البلد ذاتها يعني ما مستعدة صراحة. نحن لقينا واحد نحن واقفين بالاتجاه ده يكورك لنا من جوا، والله الا نزلت له 3 انفار دينام حبل والله يجروه من جوا. الظل ده كان ماسك بس في شجرة بتاعت مسكيت ولا حاجة زي دي، وجو ناس الانغاز بعدنا وجو الوالي والجماعة ديل، وصلوا كده قريب العصر او قريب المغرب، وبعد ذاك طالبوا بانه يكون في هليكوبتر وفي ناس عالقين جوا يلحقوهم. المهم الوالي رجع وغايد المنطقة على اساس انه يشوفوا ممكن يعملوا شنو في القضية دي. اللودر والحاجات دي حس حاليا المشكلة انك تصلم كيف والدنيا ليل، يعني صراحة وضع كارثي بصورة ما تتخيلوها. وان شاء الله انا بديكم تفاصيل اكتر لانه الليل داك والله ما فهمنا حاجة، حتى ذات الميتين كم واللي هنا الجثث دي بنلقاها قاعدة برا والله، وفيهم الجثث بتاعت الدهابة دي، يعني سبحان الله غايته الوضع سيء جدا. مستمعينا الكرام، ومن 4 ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور محلية عدة الفرسان، والتي انهار فيها السد الترابي لوادي كايا وأدى إلى سيول واسعة غمرت المدينة. نبدأ باستطلاع مع مواطنين من داخل منطقة عدة الفرسان. السيول كانت من يوم الأربعاء المساء، يعني من الساعة 2 صباحا، يعني صباح الخميس 2 صباحا يوم الخميس كان دخل المدينة. المدينة كان يعني جنبها في وادي اسمه وادي كايا، الوادي ده هو ده الفاتو ودخل المدينة. في نفس الزمن كان في أمطار بالليل، يعني أمطار من اليوم يوم الأربعاء الساعة 2 مساء لهدي بكرة الصباح الساعة 6 صباحا، دي كلها أمطار كان كاب. يلا في نفس الزمن ده هو الوادي هو فاتو في سد كده كان حاجز المدينة من الوادي، يلا السد ده الوادي جرفه، السد ده كان يعني الأرض اللي جرف وكده يعني بأماكن. يلا يعني الناس الناشد انه يعني المنظمات والناس الخيريه بدأ يقفوا معنا عشان يعني يجوا عملوا إعادة تأهيل للسد، لانه ده الهاجس الوحيد اللي بحجز المويه بتاعت الفيضان حق الوادي ده من المدينه. والاضرار كيف الان؟ والله منازل يعني كميات مبالغه، يعني حوالي هسه كده الان كده زي 100 وحاجه منزل ده انهار العجيب، هذاك السوق برضه سوق جزء كبير منه انهار. الفيضان ده جوا عمل 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 حفر داخل المدينه، وهسه الناس نزهت يعني من المنازل، ناس كثير جدا، اسر اكثر من 100 وهاي اسر دي نزهت، مشوا الاتجاه الثاني للمدينه، يلا الفيضان ده دخل في نص المدينه كده، والنص الثاني ده ما دخل فوق، النص الثاني الاتجاه الغربي ده مكان عالي يعني ما حصلوا، مشى من الاتجاه الشمالي وطلع طوالي بالاتجاه طوالي الشرقي حق المدينه ما الاتجاه الغربي. الناس هسه عملوا مبادره انه يعني يعمل تاهيل للهاجز الترابي ده، لكن يلا شغل اليدوي ده ما مدي نفع، يعني ما بقدروا ما بقدر اشتغلوا بيدينهم، يعني هاي الا بواسطه الات، والات هنا ما متوفره، والشغل اللي ده بيداس الناس انهم 3 يوم شغالين، لكن ما قادرين نقفل المحل الاساسي الوادي الفيضان فتحه هنا بتاع الهاجز الترابي. انتشر المرض بتاع العيون ده انتشر بكميات كبيره لانها يعني ما في بيت كده، ما في نفرين 3 نفر كده ما ماسكهم المرض ده، والصرف الصحي برضه كله طلع برا، يعني هسه يمين برضه المدينه كلها متلوثه الصرف الصحي من الحمامات وكده. لذا لسه رسالة بسيطة إنه المجتمع يعني يقف مع الناس هنا، وزي ما بقول الهارب دي المواطنين فقدوا أي حاجة، ما عندهم يعني الهاجة اللي يأكلوها ذاته ما عندهم هسي ناس، إلا الناس في ناس قاعدين يعملوا لهم شيء كده يودوا لهم وجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس مدني محمد عبد الرحمن مصطفى من أبناء مدينة الدفرسان. انتباه، تعرضت مدينة الدفرسان إلى فيضان وادي كايا والذي أدى إلى انهيار بشكل كبير في المدينة للمنازل، أسواق والأماكن العامة والطرقات، والذي بدوره أدى إلى نزوح المواطنين من منازلهم إلى الأراء
مما أدى إلى انتشار الأمراض والوبائيات جراء انهيار الصرف الصحي والحمامات بالمنازل. والآن مواطن الدفرسان يقوم بنفرة شعبية بسيطة جدا لردم الأماكن التي تضررت من السد الواغي بإمكانيات ضعيفة جدا لا تمكنه من إغلاق المنافذ اللي انهارت من السد. نطالب المنظمات، نطالب الجهات المعنية، نطالب الخيرين، نطالب أبناء مدينة الدفرسان بالخارج بتدخل العاجل لإغاثة مواطن مدينة الدفرسان الذي لا يملك قوت يومه من انهيار منازلهم وفقدان كل الذي يمتلكونه أغيثه مدينة الدفرسان. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أغيث كارثة بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا يعني يخلف مدينة الدفرسان. بصراحة اتعرضت لفيضان، فيضان تاريخي، فيضان يعني أثر على كل المدينة، انحيار تام للمنازل والسوق، يعني المواطنين فقدت كل ما يملكوا، كل ما يملكوا حتى السوق، البضاعة يعني النيل غمرة، النيل فاضح، والآن المواطنين والله في الأعراء، في الأعراء، ونحن هسه الآن واقفين في الوادي، والجهد الشعبي يعني ردميات، حاجات تقليدية كده يعني بالشوالات وكده، ما في لا آليات لا لوادر لا، هو بس شباب وجهد شعبي شغالين. المهم لكن ما يقدروا يعني يقفلوا الوادي، فبنناشد المنظمات تقيف مالها الدفرسان، ناس مضطررين يعني بجد والله مضطررين. أنا أسأل الآن يعني واقفين، في ناس في المدارس وفي ناس في الشوارع وأشوف الصغار، وعارفين أنتوا تماما أن السنة الوضع صعب، المواطن ما يملك ولا وجبة يوم. والإضافة لدى ياهو شايفين الكارثة، بنناشد كل المنظمات يعني تعجل قدرة ما تقدر، والخيرين تلحق ناس الدفرسان، لأن ناس تعبانين بجد يعني. وشكرا جزيلا، وربنا ربنا ربنا يسهل، دي كارثة إنسانية، ربنا يسهل. معاكم إسماعيل البشاري، ممثل لأحد غرف طوارئ مركزية الدفرسان. أنا من هنا بناشد كل منظمات المجتمع المدني والأيدي الخيرية للوقوف معنا في السيول التي تضررنا منها في مدينة الدفرسان. اليوم مواطنين مدينة الدفرسان عاملين نفير مبسط على حسب الجهد الشعبي لضعف الإمكانيات، فالآن لا حول ولا قوة لنا، ما عندنا أي أيدي مثلا بتساعد ولا في أي حاجة مثلا بتدعمنا للآن. فنتمنى من كل الخيرين وكل المنظمات إن شاء الله في الوقوف مع مواطن مدينة الدفرسان لدرء السيول إن شاء الله. اليوم السبت 20/24/8، حجم الضرر بطريقة كبيرة أصلا، فللآن نحن ما جاءنا أي دعم من كل الجهات المسؤولة، فإن شاء الله إن شاء الله أملنا فيكم كبير إنه الناس تقدر تقدم لنا الحاجة اللي نقدر نقدمها للمواطن، نقدر ندرى عننا إن شاء الله الأشياء. الآن ممكن المدينة تكاد تكون منعدمة فيها كل مقومات الحياة، فالناس بتعاني من كل المشاكل. الآن عندنا ممكن نكون مشاكل صحية بنعاني منها، عندنا مشاكل بتاعة اللي هو عدم توفير الغذاء، الآن في أسر كمية متضررة، يعني في أسر كمية متضررة. الآن في ناس للآن ما لاقين مناطق بتاعة إيواء يقعد فيها، ومفتقدين لكل الخدمات الصحية، وحتى ممكن يكون السيول دي الآن هتجينا منها الأمراض الكوليرا وغيره. حتى الآن عندنا مرض بتاع الرمت الآن منتشر برضو بكمية في المدينة، فنتمنى إن شاء الله من كل الجهات تقيف وتقدر تساعد مواطن مدينة الدفرسان، وشاكر ومقدر لكم شديد، تسلم. ونختتم مستمعينا الكرام تغطيتنا من محلية ياسين بولاية شرق دارفور والتي تأثرت هي أيضا بالأمطار الغزيرة، ونسمع لأحد المواطنين من محلية ياسين بولاية شرق دارفور. مرحبا بك أخونا الصادق، والله بالحقيقة نحن في محلية ياسين المواطنين متضررين كثير جدا من ناحية المياه الأمطار وفي السيول والفيضانات، خمرت قدت من الأحياء منازل وحتى السوق محلي لمحلية ياسين، حتى قمرت بعض من الدكاكين، والناس تحاول هسي الآن شغالين في عملية بتاعت إنه يا أخي يحاولوا يخرجوا بعض الناس من منازلهم، وفي بعض الناس خرجت من منازلهم، وفي بعض الناس لا زال متواجدين في نفس الموقع بتاعت الكوارث الطبيعية من فعل الإنسان. لكن نحن الآن نحاول بقدر الإمكان نقول يا أخي ربنا يرفع هذه
المياه بصورة طبيعية كده يسحب بطريقة المجاري المطلوبة من هذه المحلية بإذن الله سبحانه وتعالى. ونناشد كل الخيرين